شو عم بيعملني. هيك كان بابا يعمل يعني، عرفتي. الشغلة الثانية تعلمت منه كيف اسمع. يعني بابا كان لما يسمعنا أغاني كان يسمعنا أنا وأخواتي أول شيء كنا صغار، دايما يقول الطفل إذا سمع شيء وحبه وحفظه هذا بينجح، لأنه صح، الطفل قريب يعني، عرفتي. صعب ترضي طفل. لأنه الطفل ما يجاملكش أيضا. أي هناك الجانب الفرنسي يقول انستانكتيف، يعني وكأنه غريزي، لأنه لو حب يكون عنده ردة فعل، لو ما حبش ما يتحركش، ما يعملش حتى ردة فعل ولا واحدة. صح. فكرمال هيك كان يسمعنا الأغاني، إذا غنيناها وحفظناها بيقول هي هاي الأغنية ناجحة أكيد. طيب عرفتي؟ رحمة، نحكي وإحنا على والدك واللي هو رمز من رموز الموسيقى العراقية، لو تقولي لنا موال من عنده أو جملة صغيرة، مقطع صغير فقط من عنده، تحييه أنت من خلال أثيرنا وتشاركينا إحنا أكيد فيها التحية. حبيبي أكيد. أنا راح أغني لكم، بس أنا على فكرة أنا مقربة يعني، عندي زكام شفتيني عم بسعف إيه كل شوي، معليش، قابلين منك. فبدك تغني، بدك أغني لك الأغنية اللي أنا عملتها لبابا ولا موال من عند بابا؟ موال من عند بوك، لأنه الأغنية اللي عملتيها لبوك راح تكون معانا بعد هالحديث ويستمعوا لها، يعني اللي يتابعونا الجمهور. الآن في نعم. أوكي أوكي حبيبي. يا ويلي يا ويلا، إلك مرعب دليلي وانت ريمة، إلك مرعب دليلي وانت ريمة، يا هي الله انت قابل وانت راني، يا هي الله انت قابل وانت رامي، عجب هو يرومك وانت ريما. خلص هيك بكفي. يعطيك ألف صحة، أنا سرحت معاك ومشيت لبعيد. حبيبتي أنا نحب كثير الموسيقى العراقية، وأنا معلومة ليك أكيد راح تفرحك، من وأنا صغيرة كان والدي يسمع كثير ناظم الغزالي، بالنسبة حياتي. لينا أحنا يعني كان ناظم الغزالي، وأنا صغيرة كنت أسمع كثير كثير أغانيه ونحفظهم أيضا. في احساس قريب بينه وبينكم، انتم كمان تميلوا شوي للاغاني الحزينه ونحن كمان نميل للاغاني الحزينه. طبعا الشجن العراقي أنا نقول هو حزين لكن ما في أجمل. حبيبتي تسلمي حياتي، انا عايشك. سعيده اني اليوم كنت معك، وسعيده انه جمهور مستمعي مونتي كارلو اليوم حيسمعوني، ونوجه لهم تحيه ونقول طبعا للفانز ميرسي انهم عم يدعموني كثير من بعد ستار اكاديمي، قبل ستار اكاديمي وبعد ستار اكاديمي. والله يعني بخجل كيف اشكر هالجمهور. شوفي، أشكريهم بالعطاء الجميل وبالأشياء ان الحلوة اللي شاء الله تقدميها لهم، هذاك أجمل شكر. ان شاء الله عزيزتي حبيبي. سعدت أنا بيك أيضا وبهذه التلقائية، يعني حابة نقول للمستمعين أنه حضرنا ربما أشياء لكن بعد الحديث حبيناه طبيعي تلقائي، ولا شفت أنا للورقة ولا شفت للأسئلة، رحنا وحكينا وكأن بصالون المنزل، وإن شاء الله هالتلقائية هذه تعجبهم. المهم روحك خفيفة، خليك على هالطبيعة هذه، وربي يوفقك إن شاء الله في حبيبي ميرسي. المستقبل، وإن شاء الله نستنى منك الجديد قريبا. إن شاء الله حياتي ميرسي. تحياتي لرحمة رياض أحمد اللي كانت ضيفتي اليوم، ونستمع لها في أغنية ارحموني مباشرة بعد هذا الحديث.